نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. يا نفس توبي ولا تتكبري سيأتي عليك يوما سوف ترحمي. وتجردي من كل غال وفي ثوب أبيض سوف تكفني. مهما طال الزمان أو كسر حتما على الأعناق سوف تحملي. ستزوري بيت الدود يوما وحتما في التراب سوف تدفني. لأن الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنسان. يا ناسيا ثوب الأمان فلربما نسجت يداك لفاكف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولا يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. ولما نام سيدنا أيوب عليه السلام على فراش المرض فدعا ربه قائلا اللهم اجعل البلاء يصل إلى كل أعضاء جسمي ولا تجعل البلاء يصل إلى لساني حتى أظل أقول لا إله إلا الله. سبحانك ربي وأنت الغالب وأنت الرازق وأنت على كل شيء قدير. خلقت الدنيا وزينتها وخلقت بني آدم فزينتهم برسول الله محمد. سبحانك ربي لما خلق الله عز وجل الجبال نظرت إليها الملائكة متعجبة لما رأته من قوة وشموخ وصلابة فقالت ربنا هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم خلقت الحديد فهو يهلك الجبال. ربنا هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم خلقت النار فهي تسفر الحديد. ربنا هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم خلقت الماء فهي تطفئ النار. ربنا هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم خلقت السحاب فهو يحمله. ربنا هل من خلقك شيء أشد من السحاب؟ قال نعم خلقت الريح فهو يسيره. ربنا هل من خلقك شيء أشد من السحاب؟ قال نعم خلقت المؤمن التقي الذي يتصدق بيمينه فلا تدري عنها شماله. أصلي وأسلم على الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبي إذا سألت عن شعره فكان ليلا بهيما، وإذا سألت عن جبينه فكان قمرا منيرا، وإن سألت عن حاجبه فكان نونا، وإذا سألت عن فمه فكان ميما، وإذا سألت عن نسبه فكان شريفا، وإذا سألت عن خلقه فكان عظيما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشي سبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد قال أمتي أمتي يا غفور. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا لنعود إلى مائدة القرآن الكريم. ليلة تكريم الراحلة الكريمة حرم الحج حسين يوسف إبراهيم، وليلة تكريم أيضا راحلنا الكريم الحج جمال إبراهيم أحمد سيد إبراهيم
أسأل ربي لهم الرحمة والمغفرة، هو ولي ذلك والقادر عليه. تقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن الحج محمد حسين يوسف إبراهيم، حج مصطفى حسين يوسف إبراهيم، وجميع أسر وعائلات آل إبراهيم الكرام، بل وجميع أسر وعائلات قرية أبو الغيط. بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء. هيا بنا نعود إلى مائدة القرآن الكريم، معنا فضيلة القارئ الشيخ محمد جمال شهاب الدين، علم التلاوة بمصر والعلمين العربي والإسلامي، والقارئ والمقيم بمنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك 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 الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما إنها ساءت مستقرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما إنها ساءت مستقرا وقياما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. حقا لا شيء يعدل إيماني بقرآني. الله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفض وجداني. آياته رب العرش يشيعها أو أعجزت بكل جن وإنسان. النور يأمرني ويأمر من حولي لما أرى ربي نداني بقرآني. وهكذا عزة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الشبل الساطع في سماء قراء الوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد جمال شهاب الدين، علم التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي، والمقيم بمنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، ليلة تكريم الراحلة الكريمة حرم الحاج حسين يوسف إبراهيم. أسأل ربي أن يجعل القرآن هدية لها في قبرها، هو لي ذلك والقادر عليه. وليلة تكريم أيضا المرحوم عليه رحمة الله حاج جمال إبراهيم أحمد سيد إبراهيم. أسأل ربي له الرحمة والمغفرة، هو لي ذلك والقادر عليه. تقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن الحاج محمد حسين يوسف إبراهيم، حاج مصطفى حسين يوسف إبراهيم، وأجال الراحل الكريم الحاج صابر حسين يوسف إبراهيم، وجميع أسر وعائلات آل إبراهيم الكرام. يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء. أشكر أيضا صاحب الهندسة الإذاعية والإنارة الذهبية والفراش الحديثة وهذا القصر الذي قمن وجمل على أكمل وجه تحت إدارة الحاج محروز زهني وأولاده، والمقيم بالخرقانية مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. أشكر أيضا مصورنا الليلة والذي ينقل لنا هذه الليلة عبر البث المباشر بالإنترنت إدارة العالمين أحمد الجعبري، والمقيم ببيت غمر بمحافظة الدقهلية. ما قاله أحد أولياء الله الصالحين.